أول شيء السلام عليكم وشكراً أنكم فتحتوا هذا الفيديو. اليوم فكرة هذا الفيديو فيها خلطة سمعت عنها فوائد مرة كثير للناس اللي يعني جربوا يسوون دايت وكذا والوزن يعني ما ينزل بسرعة. فهذه يقول لك إذا يعني استمريتوا عليها مدة 20 يوم تنحفون من 6 كيلو وممكن تزيد يعني. اخيرا لقيت سوبر ماركت لقيت عندها هذه اغراض الخلطه. مره متحمسه برجع البيت وبسويها خطوه بخطوه وبوريكم كل طريقه كامله يعني. طبعا بدون مبالغه امس رحت 3 اماكن ادور فيها يعني واحده من مكونات الخلطه اللي هو بعد شوي يعني بتكملت فيديو بتشوفونه. طيب هذا وشو اللي هو الكركم فريش طازج ببشره ويكون من ضمن مكونات الخلطه. فدورت أمس 3 أماكن واليوم محمصة محمصتين واثنين سوبر ماركت واليوم زيادة 2 اليوم لا مو 2 3 المهم 7 مكان لقيت فيه الطازج الكركم الطازج. فقلت لا تحمست قلت لا شكل الموضوع فيه أن الناس ما دوروا عليه من فراغ أكيد أنه يعني يعطي فوائد حلوة. جيت قلت لها لازم إذا سويت الخلطة أحفظها في مكان زين بشتري لها برطمان عشان كذا زي هذا برطمان الزجاج عشان أحافظ عليها لأنه إذا حطيت الخلطة هذه برطمان بجلس أستخدمها لمدة 20 يوم فأبغى أحفظها زين. فبس والله الحين بشوف. طيب راح أخذ هذا حبيت شكله. طيب هذول المكونات كركم فريش وليمون برتقال وزنجبيل واخر شيء قرفه. هذول كل واحده منها بيكون فنجال قرفه فنجال زنجبيل مبشور فنجال كركم مبشور فنجال هذا الليمون والبرتقال قشرهم بس قشر الليمون وفنجال قشر برتقال. اذا خلصت بحطها بهذا الجار. طيب جهزت المكونات فنجال من كل مكون وهذا اللي في النص قرفة راح أخلطهم مع بعض. خلطتهم ما شاء الله الريحة كذا تحسون ريحة زهور. أتوقع السبب الكركم. الكركم أول مرة صراحة عشان ريحته حلوة كذا ريحة طبيعة مرة جميل. أبغى أضيف لها القرفة في القرفة شوي تخرب على الريحة الجميلة. طيب ونخلط. طيب هذه المكونات انا حاولت راح اخلطها بقوه مره عشان كلها كذا تدخل في بعض. طيب الحمد لله كنت متوقعه انه ما تكفي بس الحمد لله كفى. هذه النتيجه النهائيه. طيب ايش راح اسوي؟ راح اخذ كميه ملعقه كبيره قبل النوم يومين أسوي نفس الطريقة وأغلي نص كاس موية. طب إيش راح أسوي؟ راح أكب هذا النص كاس موية هنا وراح أخلطها مع بعض وبعدين بخليه 5 دقايق و شو اسمه أشخره وأشربه.